رغم التحذيرات الواسعة، نتنياهو يقول إن عدم الدخول إلى رفح يعني خسارة الحرب. بتنسيق مع خبراء إيرانيين وتحسبا لاستهدافها، جماعة الحوثي تنقل صواريخ ومسيرات من الساحل إلى محافظات داخلية. استمرار إعلان نتائج الانتخابات الباكستانية وبدء مشاورات تشكيل الحكومة وسط دعوات لتظاهرات حاشدة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا إلى هذه النشرة المفصلة تأتيكم من العربية. نبدأ من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي أكد فيها عزمه إطلاق عملية عسكرية في رفح. وقال في تصريحات لقناة ABC News إن عدم الدخول إلى رفح يعني خسارة الحرب، وإن النصر سيكون في متناول اليد عند السيطرة على رفح بحسب تعبيره. ورفض نتنياهو دعوات عدم دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح قائلا: إن الذين يشيرون إلى عدم دخول رفح مطلقا يقولون لنا في الواقع إننا يجب أن نخسر الحرب ونترك حماس هناك، وفق قوله. ونوه نتنياهو إلى أن إسرائيل ستضمن المرور الآمن للسكان المدنيين حتى يتمكنوا من المغادرة. حذر ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن وصفها. واعتبر بوريل أيضا أن الهجوم من شأنه أن يؤدي إلى توترات خطيرة مع مصر، مؤكدا أن استئناف المفاوضات للإفراج عن المحتجزين وتعليق الأعمال العسكرية هو السبيل الوحيد لتجنب إراقة الدماء. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمواصلة الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق مختلفة من قطاع غزة، لا سيما وسطه وجنوبه، ما أسفر عن مقتل 25 مواطنا على الأقل وإصابة العشرات جراء قصف على منزل يأوي نازحين شرقي رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بمقتل امرأة وإصابة آخرين في قصف منزل في دير البلح وسط قطاع غزة. وتستمر الطائرات الإسرائيلية بشن غارات عنيفة في منطقة رفح، وسط أنباء عن اقتراب اجتياح بري للمدينة المكتظة بأكثر من 1.3 مليون من الأهالي والنازحين قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة. معنا الآن مشاهدينا من رفح الصحفية خولة الخالدي، أهلا بك يا خولة معنا. خولة، مع الحديث عن قرب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، كيف تبدو الأوضاع الميدانية هناك وفي المناطق الأخرى من قطاع غزة؟ خولة، يبدو أننا نعاني من بعض المشاكل في الصوت مشاهدينا، سنحاول إعادة الاتصال ب خولة وإذا تسند لنا ذلك. الآن نتابع ما لدينا. المحل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في اتصال مع العربية إلى أن هناك خطة عسكرية بشأن العملية في رفح دون تأكيد موعدها، مشيرا إلى أن هناك حوارا بين المستويين العسكري والسياسي بهذا الشأن. هناك حوار بين المستويين السياسي والعسكري، وهناك خطة عسكرية يقرها ويتخذها الجيش وتعرض للمستوى السياسي، فلكل حدث حديث، فهناك خطة عسكرية يقرها رئيس الأركان، ونحن سنحدد موعد العملية إن كانت في تلك المناطق كما قلت بعد مخيمات الوسطى التي تبقت، وأيضا منطقة رفح، في الحوار بين المستويين العسكري والسياسي، وسنكون جاهزين وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطط وهذه العمليات. هنا نحن مضون في تنفيذ الخطط العسكرية لتفكيك قدرات حماس العسكرية والسلطوية. هذه حرب عادلة خرجنا وأطلقناها بسبب مجازر فادحة ارتكبت في منطقة غلاف غزة، ولذلك سنفكك قدرات حماس وسنمنعها من الإعمار وسنفككها ونضربها بقوة شديدة، سنقوم بتصفية قيادتها، سنقوم بتصفية هياكلها العسكرية. نعود مرة أخرى مشاهدينا إلى الصحفية خولة الخالدي في رفح. خولة، هل تسمعيني؟
خولة؟ نعم أسمعك الآن جيداً. خولة، مع كل هذا الحديث عن قرب العملية العسكرية في رفح، وددت أن أسألك عن التفاصيل الميدانية سواء كان في رفح أو حتى في عموم قطاع غزة. نعم، في عموم المناطق الجنوبية تحديدا هناك تركيز من قبل الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة على هذه المناطق، ويبدو أنه يسعى فعليا إلى استكمالها في أقصى الجنوب وهي محافظة رفح، وهي التي تملك فعليا أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في هذه الآونة. وهذا الأمر لربما الذي أثار حفيظة العديد من المؤسسات الدولية والأممية، بالإضافة إلى الدول العربية التي صرحت صراحة بأن هذا الأمر سيكون كارثي وبيكون بمعنى الكلمة عملية إبادة جماعية في حال استمرت إسرائيل في سعيها إلى الدخول بريا إلى منطقة محافظة رفح، رغم التصريحات التي تحدث بها نتنياهو عن جعل هناك ممرات آمنة لوصول النازحين إلى مناطق آمنة. كلنا يعلم أن منذ بداية هذه الحرب نتنياهو كان يتحدث عن أماكن آمنة في قطاع غزة، ولكن كل هذه الأماكن الآمنة كانت تتعرض إلى قصف عنيف للغاية، كان أبرزها محافظة خان يونس والتي استقبلت أكثر من نصف النازحين في أوقات سابقة أصبحت عرضة للعمليات العسكرية. منذ قليل كان هناك تصريحات لوزارة الصحة الفلسطينية تحدثت عن نفيها التام بأن الجيش الإسرائيلي سمح بإدخال معدات طبية ومستلزمات طبية إلى داخل المستشفى، إضافة إلى منعه دخول الأكسجين منذ أسبوع تقريبا، الأمر الذي أودى بحياة 3 من المواطنين الذين كانوا يتلقوا الخدمة الطبية بداخله. إضافة على ذلك تكسير الجيش الإسرائيلي مجموعة من المعدات الطبية ومصادرة مجموعة أخرى بعد أن تم اعتقال 9 من الموجودين داخل أروقة هذا المركز. إضافة على ذلك عمليات القنص مستمرة، الغارات الجوية أيضا مستمرة، القذائف باتجاه المناطق الشرقية ما زالت دائرة في تلك النقطة. منطقة المغراقة الآن اشتباكات عنيفة للغاية في تلك النقطة معززة بالمدفعيات التي أطلقت مجموعة كبيرة من قذائفها. هذا الأمر على مقربة أيضا من المناطق الشرقية المحادية لمحافظة رفح والتي شهدت أيضا إطلاق مجموعة كبيرة من القذائف باتجاه تلك المناطق. الغارات الجوية سجلت على مدار الليلة الفائتة في مناطق متفرقة. حديث نتنياهو عن حشر المواطنين الفلسطينيين في بقعة جغرافية صغيرة للغاية وهي المنطقة الشمالية من محافظة رفح، هذا ما ودت أن أسألك عنه خولة، كيف هو حال الشمال بعد أن دمر بشكل كبير، يعني خصوصا في تكثيف العمليات العسكرية على تلك المنطقة، منطقة شمال قطاع غزة وشمال غزة تحديدا في بداية الحرب؟ فعليا منطقة شمال قطاع غزة هي مدمرة بأكثر من 90 إلى 95% من كافة منشآتها وبنيتها التحتية، مستشفياتها. قام الجيش الإسرائيلي على إحراق عديد من المستشفيات، كان آخرها مستشفى أصدقاء المريض في شارع الشهداء في وسط محافظة غزة، هذا الأمر كان واضحا وجليا. إضافة على تدمير أعداد كبيرة جدا من الأحياء في قطاع غزة عبر تفجير هذه الأحياء السكنية وعبر قنابل تم إطلاقها بأحجام كبيرة للغاية في أوقات سابقة. ولكن ما يتحدث به نتنياهو هو جعل المواطنين الفلسطينيين ينزحون باتجاه شمال محافظة رفح، أي باتجاه المنطقة الجنوبية من محافظة خان يونس، أي بقعة جغرافية صغيرة للغاية لا يوجد فيها أي من المنشآت السكنية التي بإمكانها استقبال كل هذه الأعداد. هذا يعني وضع كل هذه العائلات في مناطق مفتوحة، أراضي ليست حتى أراضي زراعية، هي أراضي غير صالحة للاستخدام، فقط ستكون عبارة عن خيام مكتظة للغاية أكثر مما هي مكتظة في هذا التوقيت في منطقة محافظة رفح، إضافة إلى أنها أيضا ستكون محاصرة، هذا حسب السيناريو المتوقع من قبل الجيش الإسرائيلي، ستكون محاصرة من المناطق الشمالية، من المناطق الجنوبية، من المناطق الشرقية، إضافة للطيران الحرب الإسرائيلي الذي يسيطر على سماء كافة مناطق قطاع غزة. البوارج الحربية ستضرب من المناطق الغربية، أي سيكون فعليا هناك عملية إطباق ومحاصرة كاملة لكافة هذه الأعداد من العائلات الفلسطينية. سيكون هناك تحكم أيضا كامل في عملية إدخال المساعدات إلى هذه العائلات، وهذا الأمر بطبيعة الحال يثير رعب الكثير من هذه العائلات الفلسطينية. وهذا الأمر الذي نددت فيه من خلال عدد من البيانات التي تحدثت بأنها لن تغادر محافظة رفح ولن تستجيب إلى مطالب النزوح القسري إلى عدد من المناطق. هذا الأمر كان بلسان حال العائلات الفلسطينية في مناطق رفح وأيضا العائلات النازحة في هذه المنطقة. شكرا جزيلا لك من رفح الصحفية خولة الخالدي. مصادر العربية أفادت بأن مصر أرسلت المزيد من التعزيزات العسكرية والأمنية إلى الحدود مع قطاع غزة. أوضحت المصادر أنه تم الدفع بعدد من الدبابات ومدرعات الجند إلى جانب إقامة حواجز رملية ضخمة مع تعزيز وسائل المراقبة عند مواقع التمركزات الأمنية الحدودية.
ومن جهتها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مصريين قولهم إن القاهرة حذرت تل أبيب من أنه إذا تم تهجير الفلسطينيين لمصر فسيتم تعليق معاهدة السلام بين البلدين. أوضحت الصحيفة أن وفدا مصريا زار أمس تل أبيب لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن رفح، وأكد المسؤولون المصريون رفضهم التعاون مع إسرائيل فيما يتعلق بالعملية العسكرية المرتقبة في رفح. وفي الوقت نفسه قال مسؤولون مصريون أنهم حذروا حماس هذا الأسبوع من أنه إذا لم تتوصل الحركة لصفقة تبادل خلال أسبوعين فإن إسرائيل ستواصل خططها العسكرية بشأن رفح. في المقابل رد مسؤول حماس على القاهرة بأنهم مستعدون للدفاع عن المدينة. معنا الآن مشاهدينا من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور أحمد معنا. دكتور أحمد، بشأن هذه العملية العسكرية في رفح، كثير من التصريحات الإعلامية من مسؤولين عسكريين سياسيين إسرائيليين حولها لدرجة بأنه البعض بدأ يقرأ بأنها يعني شبه دعائية أكثر منها متعلقة بالعملية أو بنية إسرائيل فيما يتعلق برفح. تحياتي لك سيدتي ولكل مشاهدي قناة العربية الكرام. في الواقع أن التلويح باقتحام رفح والعملية البرية الإسرائيلية في رفح، أنا في اعتقادي في هذه المرحلة هي نوع من الضغط السياسي لحكومة نتنياهو على حماس والفصائل، خاصة أنها يعني هناك الآن اجتماع يوم الثلاثاء بين ممثلين من قطر ومصر وأمريكا وإسرائيل، وهناك صفقة متعسرة، ونتنياهو بعد أن رفض عرض حماس هو هدد قال بقدم بعرض آخر وقال إن لم تقبله حماس سيكون البديل هو اجتياح رفح، وبالتالي هي ورقة. الآن نتنياهو يعلم جيدا أن عملية اقتحام رفح من الناحية العملية اللوجستية صعبة في هذا التوقيت، تحتاج إلى أسابيع لأن هناك 1.5 مليون سيكون أي عملية عسكرية في هذا التجمع السكاني الكبير ستؤدي إلى آلاف بل ربما عشرات الآلاف من الضحايا من الشهداء ومن الجرحى. وإسرائيل تدرك جيدا أنها تحت منظار محكمة العدل الدولية التي ألزمتها بأن تتخذ كل الإجراءات لمنع أي جرائم إبادة جماعية. أيضا من الناحية العملية أيضا عملية الإجلاء ستأخذ تفاصيل كثيرة، لأن الإجلاء إما والإجلاء إلى أين دكتور أحمد؟ يعني بالضبط الكلام بما أنه يعني موقف مصر واضح بأنه لن يكون هناك عبور لهؤلاء النازحين للحدود إلى داخل مصر، رغم أنه إسرائيل تتحدث عن هذا، ما زالت يعني بعض الأصوات تتحدث عن موضوع إخراجهم إلى سيناء، ولكن الحديث الآن عن شمال غزة. طب شمال غزة دمر تماما منذ بداية الحرب. أنا في اعتقادي ولا أتكلم عن شمال غزة، بتكلم عن منطقة في شمال محافظة رفح، منطقة ضيقة يحشر فيها 1.5 مليون. هم لن يعودوا إلى شمال غزة، أولا الاعتبارات السياسية نتنياهو هو قال صراحة وجالنت أن هؤلاء لن يعودوا إلى الشمال طالما أن سكان غلاف غزة لم يعودوا، وبالتالي هناك ترتيبات أمنية في شمال قطاع غزة، وبالتالي يرفض تماما رجوعهم إلى الشمال. النقطة الثانية هو حشرهم في شمال محافظة رفح في منطقة ضيقة وهي لن تستوعب أصلا هذا العدد الكبير من السكان، خاصة المحافظة التي تبلغ مساحتها 60 كيلومتر مربع لا تستوعب 1.5 مليون، أعلى منطقة مكتظة في العالم. وبالتالي يبقى البديل الثالث وهو يعني دفعهم نحو الحدود المصرية، لكن أنا في اعتقادي أنه واجه موقف صلب، خاصة أن مصر عززت الإجراءات الأمنية على الحدود وعلى الجدار الفاصل مع قطاع غزة. أيضا مصر أوضحت أن هذا سيضر بالعلاقات المصرية الإسرائيلية وستضطر لتعليق عملية السلام، وأنا في اعتقادي لا مصلحة إسرائيلية ولا أمريكية في أن تتوتر العلاقات مع مصر. وأنا في اعتقادي الآن أن هناك تنسيق وفدا مصريا في تل أبيب للعمل على أن تكون الصفقة هي المخرج، خاصة أن مصر حذرت حماس من أن التعنت واستمرار التعنت سيدفع به يعطي ذريعة لنتنياهو لاقتحام رفح، وبالتالي هناك الآن مباحثات لنزع هذا الفتيل، لأن الإقدام من قبل حكومة إسرائيل على هذا السيناريو في هذا التوقيت وبهذه الطريقة سيكون لها تداعيات كارثية وأيضا تداعيات على العلاقات بين مصر وإسرائيل. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد سيد أحمد الباحث في العلاقات الدولية، كان معنا من القاهرة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل.
الجيش الإسرائيلي ينقل فرقة نظامية من غزة إلى الحدود اللبنانية. لدينا أيضا ترامب يقول إنه سيشجع روسيا على مهاجمة دول الناتو التي لا تدفع مساهمتها، والبيت الأبيض يصف الأمر بالمرعب. أهلا بكم من جديد. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هليفي قرر نقل واحدة من أكبر الفرق النظامية في الجيش من قطاع غزة لتتمركز على مشارف الحدود اللبنانية. أوضحت الإذاعة أن نقاشاً جرى في المؤسسة العسكرية تناول هذا الأمر وسط وجهات نظر متعددة، إلا أن رئيس الأركان قرر في النهاية سحب الفرقة إلى الحدود اللبنانية بسبب القتال المعقد على عدة جبهات. كشفت وكالة استخباراتية عن قيام جماعة الحوثي بنقل مراكز الصواريخ والطائرات المسيرة من المناطق الساحلية والجزر إلى محافظات الجوف وعمران وصعدة في اليمن. وقالت وكالة شيبا انتليجنس نقلا عن مصادر عسكرية بأن القرار جاء خلال اجتماع سري في مقر المنطقة العسكرية السادسة بحضور خبراء إيرانيين وكبار القادة العسكريين من جماعة الحوثي. نقلت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا نفذت عدة غارات على مواقع تابعة للحوثيين في الحديدة، واستهدف القصف زوارق وصواريخ حوثية. قالت القوات الأمريكية أنها كانت معدة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر. وزارة الدفاع الأمريكية إذن أعلنت أن خسائر جماعة الحوثي العسكرية تجاوزت أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق دمرت في الضربات على مواقع الحوثيين في اليمن. طبعا البنتاغون يتحدث عن خسائر حوثية منذ بداية ضربات التحالف الدولي في يناير الماضي. طالت أيضا العديد من الطائرات بدون طيار والرادارات ومناطق تخزين الأسلحة للحوثيين. المتحدث باسم البنتاغون قال أيضا أن ضربات وقعت في 3 فبراير الحالي دمرت أو ألحقت أضرارا جسيمة ب 35 هدفا من أصل 36، بما في ذلك أماكن تخزين الأسلحة والرادارات وثلاث مروحيات ومراكز القيادة والسيطرة وأنظمة الصواريخ. إذا ما اتجهنا إلى خارطة اليمن نتحدث عن آخر الضربات. قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن مدينة الحديدة تعرضت لقصف أمريكي وبريطاني طال هذه المناطق اليوم الجمعة، منطقتي الكثيب والجبانة في الحديدة وبالتحديد في هذه المناطق، وأيضا مديرية دريهمي وراس عيسى. وقبل ذلك أعلن الجيش الأمريكي عن شن 7 ضربات للدفاع عن نفس ضد 4 زوارق بحرية مسيرة تابعة للحوثيين و7 صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة لإطلاقها على السفن في البحر الأحمر. يأتي هذا بينما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين الخميس أن 3 غارات أمريكية بريطانية ضربت منطقة رأس عيسى في الحديدة. تستأنف الحكومة العراقية اليوم حوارها مع واشنطن بشأن انسحاب قوات التحالف الدولي بعد أسبوع من التصعيد من خلال القصف الأمريكي على مواقع للفصائل المسلحة في مدينة القائم الحدودية مع سوريا، والذي خلف سقوط قتلى وجرحى من الفصائل وتدمير بعض المقار. وبحسب مصادر العربية ستكون المباحثات في الجولة الثانية على المستوى العسكري وبشكل مباشر بين الطرفين. كثفت الأحزاب الباكستانية مشاوراتها الداخلية على ضوء نتائج الانتخابات العامة في البلاد، فيما تشير الترجيحات إلى استثناء كتلة عمران خان من التشكيلة الائتلافية الحكومية وسط دعوات لتنظيم احتجاجات عارمة من قبل أنصار خان. ومن جانبه حث رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير الساسة في البلاد بقطع الطريق على ما وصفه بالفوضى والاستقطاب،
واعتبر المسؤول العسكري الباكستاني أن هناك حاجة لأياد آمنة من أجل توحيد القوى السياسية المختلفة، وأن تظهر الأحزاب السياسية أو تظهر مستوى من النضج السياسي والوحدة، خاصة وأن الشعب الباكستاني وضع ثقته في الدستور على حد قوله. رفض البيت الأبيض تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تشجع على غزو روسيا لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، واصفا تلك التصريحات بأنها مروعة وفاقدة للصواب. تعليق البيت الأبيض يأتي بعد تصريحات لترامب قال فيها إنه سيشجع روسيا على أن تفعل ما تريده بأي دولة عضو في الناتو لم تدفع مساهماتها المالية في الحلف. وذكر ترامب أنه سبق له أن أخبر رئيس دولة عضو في الحلف بأن الولايات المتحدة تحت قيادته لن تدافع عن أي دولة متأخرة في السداد. إنهم يريدون منح ما يقرب من 100 مليار دولار لعدد قليل من البلدان، وكما تعلمون البعض منها لديه مشاكل بخصوص حلف شمال الأطلسي. عندما كنت رئيسا أخبرت رؤساء الدول المتحالفة أنني سأشجع روسيا على أن تفعل ما تريده لأي دولة عضو لا تفي بالمبادئ التوجيهية للإنفاق الدفاعي. لقد طلبت منهم أن يدفعوا، فقلت الجميع يدفعون. قالوا حسنا، إذا لم ندفع فهل ستستمرون في حمايتنا؟ فقلت بالتأكيد لا. لم يصدقوا الجواب. خلال اجتماع غير محدد لحلف الناتو أخبرت رئيس دولة متحالفة أن الولايات المتحدة تحت قيادتي لن تدافع عن أي دولة متأخرة في السداد. رفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، موضحة أنها لم ترى أي تحركات على الأرض بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز. أشارت الصحيفة إلى أن المخابرات الأمريكية ترجح رغبة بوتين في انتظار الانتخابات الرئاسية المقبلة وفوز ترامب للحصول على شروط أفضل للتفاوض. هذا وكان بوتين قد أعلن استعداده لتسوية الصراع دبلوماسيا في مقابلة تلفزيونية. وفي روسيا أغلق باب ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس القادم، وضمت قائمة المرشحين الرئيس فلاديمير بوتين وثلاثة سياسيين يؤيدون الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا. وخلت القائمة من المرشح الروسي المناهض للحرب بوريس ناديجدين بعد أن منعته لجنة الانتخابات المركزية من الترشح. يدلي الناخبون في فنلندا بأصواتهم اليوم في الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية للاختيار بين رئيس الوزراء السابق ألكسندر ستاب ووزير الخارجية السابق بيكا هافيستو لتولي منصب بات يحظى بأهمية إضافية بعد انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي وزيادة التوتر مع الجارة روسيا بسبب حرب أوكرانيا. ودعي نحو 4.3 مليون شخص للاختيار بين المحافظ ستاب الذي تصدر الدورة الأولى وهافيستو المنضوي في حزب الخضر لكن يخوض الانتخابات كمرشح مستقل، وكان قد حصل على 25.8% الشهر الماضي. في ممر مائي في مقاطعة كامبريا في المملكة المتحدة تم رصد سلحفاة تمساح يقول خبراء إنها قادرة على اختراق العظام، وهي تعيش بالقرب من بحيرة في مقاطعة كامبريا الإنجليزية على بعد آلاف الأميال من موطنها الأصلي، وهي المستنقعات في جنوب الولايات المتحدة مثل فلوريدا. وعلى الرغم من مظهرها أعطى الأطباء البيطريون في المملكة المتحدة للسلحفاة اسما أكثر غرابة وهو رقيق. اختم هذه النشرة إلى العناوين. رغم التحذيرات الواسعة نتنياهو يقول إن عدم الدخول إلى رفح يعني خسارة الحرب. بتنسيق مع خبراء إيرانيين وتحسبا لاستهدافها جماعة الحوثي تنقل صواريخ ومسيرات من الساحل إلى محافظات داخلية. استمرار إعلان نتائج الانتخابات الباكستانية وبدء مشاورات تشكيل الحكومة وسط دعوات لتظاهرات حاشدة. أشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.
لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.